Radio Plus, plus qu'une radio. زينب العدوي، امرأة من نساء العهد الجديد. سليلة أسرة عريقة عرفت بالعلم والفقه وحب الوطن والدفاع عن المقدسات، فوالدها الشيخ العلامة مولاي أحمد العدوي رحمه الله كان من علماء سوس، شغل منصب مدير المعهد الإسلامي بالجديدة، والسيدة زينب سادسة إخوتها، نهلت الشيء الكثير من والدها الفقيه، قرأت كتب الفقه في سن مبكرة ونمت معارفها في الجانب الديني، وبقيت متشبتة بالوسطية والاعتدال، وهي نموذج للمرأة المغربية التي تمزج بين التفتح والتدين. زينب العدوي متزوجة وأم لولدين هما المهدي وعبد المنعم، وهي شقيقة الإعلامي الكبير عبد الرحمن العدوي. اسمها ترسخ في ذهن المغاربة مرتبطا بقوة الشخصية واليقظة والحكمة، ولقب أول امرأة. زينب العدوي سجلت ريادتها كأول قاضية تعين في المجلس الأعلى للحسابات سنة 1984 لتؤرخ لحدث مدون في سجلات الحركة النسائية المغربية. ففي هذه السنة تم تعيين أول امرأة قاضية بالمجلس الأعلى للحسابات التي لم تكن سوى زينب العدوي البالغة من العمر آنذاك 24 ربيعا. وكان تعيين زينب العدوي حدثا كبيرا ظل على الدوام يدون ضمن سلسلة إنجازات المرأة المغربية واقتحامها لمجالات كانت حكرا على الرجال فقط. وبعد مرور 30 سنة على هذا الحدث، ستكون زينب العدوي مرة أخرى عنوان الانفراد، إذ ستحظى بأول منصب وال في تاريخ المغرب، لتكون أول امرأة تقتحم عالم التدبير المحلي والجهوي من موقع وال، إذ حظيت بثقة جلالة الملك محمد السادس وعينها واليا على جهة الغرب شرد بن حسن عاملا على إقليم القنيطرة سنة 2014. وكانت أيضا ضمن النساء القلائل اللواتي ألقين دروسا دينية في حضرة أمير المؤمنين تحت عنوان حماية المال العام في الإسلام، كما حظيت بتعيين سابق من جلالة الملك كعضو في اللجنة الاستشارية للجهوية، وقد نشطت عدة دورات وورشات عمل خصوصا في مجال مراقبة المالية العمومية ومراقبة التدبير والتدقيق. السيدة زينب العدوي حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية تخصص الاقتصاد العام، كما أنها بصدد التحضير لأطروحة الدكتوراه في الدولة حول موضوع مجلس الحسابات المغربي من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء أية فعالية، بعد تعيينها سنة 1984 قاضية للحسابات، وهي أول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب. شغلت بعد ذلك منصب رئيس فرع بالمجلس الأعلى للحسابات من 1993 حتى العام 2004، وهي تحمل رتبة قاضية من الدرجة الاستثنائية منذ العام 2004. والسيدة العدوي مهتمة وباحثة في الاقتصاد الإسلامي، عضو في المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ العام 2011، والهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي تم تنصيبها سنة 2012، ولها اهتمامات جمعوية واسعة، فقد تم انتخابها من جمعية سايس سنة 2010 سيدة السنة، وأسست سنة 2009 المنتدى الدولي للنساء الرائدات فرع المغرب، كما تنشط في منتدى نساء مغربيات من هنا وهناك ببروكسل وموريال وأبوظبي، والتي ينظمها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج. وتشارك السيدة زينب العدوي بشكل منتظم في تكوين أطر الإدارة الترابية والمنتخبين والمنتخبات في إطار برنامج التكوين والتكوين المستمر لوزارة الداخلية، وهي تشغل الآن منصب والي جهة سوس مسا عامل عملة أكادير دوتنان. زينب العدوي أو أم الخير، امرأة الميدان بامتياز، تحرص دائما على القرب الحقيقي من المواطنين وخدمة مصالحهم، فلا فرق بين أن يراها الناس باللباس العسكري هناك في أعالي الجبال تفك العزلة على الناس البسطاء، أو أن نراها مع الناس بجلاب المغربية في المساجد والزوايا والمدارس العتيقة، أو أن نراها في زي المرأة العصرية تستقبل الوفود الأجنبية وتفتح الآفاق للاستثمارات وتعطي انطلاقة المشاريع الكبرى، فهي في نظر الجميع امرأة استثنائية.
أما في منزلها بين أسرتها الصغيرة فتلك حكاية أخرى عنوانها امرأة وجادة. Radio Plus, plus qu'une radio.